السلام عليكم، صبح لكم جميعا، جمعتكم مباركة ان شاء الله. اليوم بتكلم، وايد شباب يدشون علي طريقة تصفير، ما تصفر من المصجمة، ما تقدر تصفر، لا ما حد يصفر حق احد، كل واحد يصفر حق نفسه من الافضل. يعني اليوم ابشرح طريقة التصفير، وبعدها طريقة التصفير في العملي، اول شيء في النظري بعدين في العملي. اول شيء اني حق الدربيل، طبعا الدربيل الحين جيت انت تشتري دربيل، خلنا نبدي من اول شيء الاساسيات. انت جيت شفت دربيل، الدربيل اساسا من يعني من يطلع التصنيع من مصنع هو يكون معير، مو معير انه مصفر على المصجمة، لا معير زائد من داخل معير، يعني لا في يمين زايد ولا فوق زايد ولا تحت زايد ولا ما في، يعني بالنص، وهذا من الاساسيات انه يكون في النص. الحين يعني انت جيت تبي تعرف الدربيل هذا ملعوب فيه، يعني في ناس يجيك من يبطل الدربيل من هذا اول ما يبطله يعني بيشوف ساعته، لا يقعد فوق، لا ما يصير ما يصير. الدربيل من تاخذه اوكي تبي تشوف ساعته زينه او لا، طقه شوي شوي احسن، 1 2 3 150 احسن، وارجع نفس ما كنت، ارجع جرب طقات مالك. هذا اشياء اساسيه. بعدين تجي حق الدربيل، اذا تبي تعرف انك انت الحين تبي تشتري دربيل تبي تعرفه، طبعا هو تقدر ترد تعيره، بس من الافضل انك ما تاخذ دربيل ملعوب فيه. شلون؟ الحين الدربيل خلينا نقول انا لعبت فيه الحين، لفيته مني ولفيته مني وملعوب فيه الدربيل. الدربيل تجي طالعه من العدسه اللي قدام، مو من صوبك، من العدسه اللي قدام، تقلبه بهالطريقه وتطالع داخل. اذا الدائره عندك طبعا تحطها على مكان ابيض او نوم او شمس او اي مكان، اذا الدائره من هني قاعد طالعها انت من هني، وهذه الدائره لما تطالع من داخل تشوفها مقصوصه دائريه نفس قصه الموس، يعني ما فيها هالات، ما فيها زوايا معكوسه، ما فيها شوي تضليل. يعني شوف الحين هذا الدربيل هنقول مو معير، تفضل انا تمسع لفيته لعبت فيه، خلينا نشوف الحين. طبعا ابو علي مسلم مشكور على ريموت مال الكاميرا، خلينا نشوف، خلينا نرجع شويه. شوفوا الحين هذا الدربيل لعبت فيه انا، ها شوف، ما نشوف دائره كامله فيه، جاي يعني شويه على 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 جنب الدائره مالتك، كذا ما تعدل فيه، شوف تصعد تنزل يمين يسار ما في. خل لاحظ الحين احاول، انا المفروض ما اعيره بس ان شاء الله احاول اني انا اقدر اضبطه. شوفوا اخذ زياده، شوف الدائره، شوف 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 هذا الدربيل، هذا الدربيل شوف مو كامله، هذا الدربيل ملعوب فيه. طبعا عادي هو يرجع، بس من الافضل انك تشتري دربيل مو ملعوب فيه. خلينا نشوف الحين، شوف قاعد تفتح الدائره، شوف شوف الدائره، شوف هذا ملعوب فيه، ها مو قاعد، مو هذي تطلع صافيه، شوف الدربيل ما تطلع صافيه. هذا الدربيل مو معير الحين، لازم ارد عيره. خلاص تيبه مني تيبه، شوف ما تطلع، لازم في هذا. الحين نبدا، خلينا نقول شلون طريقه التعيير. انت اخذت دربيل ملعوب فيه، لا حول ولا قوه، شلون طريقه التعيير؟ اي حق الدربيل، هذا الدربيل الحين، هذا حق الفوق فوق وتحت، وهذا حق اليمين واليسار. اي ابطل الدربيل، افرم الدربيل لما يوقف وياي، وافرم هذه لما يوقف وياي. طبعا يا ويا يعني يا ويا عقارب الساعه، يا اكس عقارب الساعه،
اول شيء خليني اشرح الدربين الزائد هذا شلون صاير من داخل، يعني شلون طريقه ليش يطلع مو مضبوط اذا خذيته مني وليش يطلع مو مضبوط اذا خذيته مني. طبعا انا مسوي شغله بسيطه ان شاء الله اقدر اني افيدكم فيها. هذا الحين عندي هذا، انا هذا خلينا نتخيل الخيط هذا اللي فوق، خلينا نخليه كذي. هذا الدربين الحين علي انا، هذا الدربين انت قاعد طالع الدربين ماشي. شوف انت قاعد طالع الدربين الحين، هذه الخيط هذا المفتاح هذا، والخيط هذا المفتاح هذا مال اليمين واليسار. شوف الدربين من داخل طبعا انت ما تشوف الشعره مالته، الشعره مالته كذي مقسومه، يعني شوف هذا الخيط، شوف هذا الحين، شوف الخيط هذا، هذا قاعد يعكس ها، شوف الخيط هذا يعني جاي، هذا ماخذ على هذا شويه وهذا ماخذ على هذا شويه. شوف الحين خلينا نقول خذيناه وايد فوق، الدربين ملعوب فيه، شو راح يصير؟ هو طبعا نفس السبرينج داخل، الخيط هذا نفس السبرينج مطاط، هذا الخيط شويه يابس ما راح يجي وياي. شو راح يصير؟ شوف انت تاخذه فوق، شوف الحين انت خذيت الدربين فوق، خلينا نقول انت سكرته، شوف تبي تيه على اليمين ما يجي وياك خلاص، لانه هو عكس معاكس، لازم تعطيه شويه من تحت اساس يجي من هني عشان يتناصف، واذا خذيته من هني زياده خلينا نشوف. شوف انت خذيته الحين لفيته وايد يمين، شوف ما راح يجي وياك فوق خلاص، المسك قفل وياك، تشوف ما في كليك، يا معود انا طقيت ما طقيت شيء، اي ادري ما طقيت شيء، انت سمدته خلاص، سمدته ما في كليك فوق، اذا تيبس عليه راح تقطع الشعرات. شلون يكون الدربيل؟ شلون نسوي الدربيل بالنص؟ عشان لما نيجي نعير الدربيل هو يكون في النص نقدر ناخذ، لما تيجي تعير الدربيل بتروح حق النقطة لا تروح كله يمين بعدين كله يسار، لا حاول طقه يمين طقه فوق، طقه يمين طقه فوق، طقه يمين طقه فوق، الحين اشرح لكم انا شلون طقه يمين طقه فوق. الحين نود قلنا نلفه يا كله، يا كله ويا عقارب الساعة أو كله ويا عقارب الساعة. بعدين تجي تحسب الدربين هذا الحين لف 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 الحين هذا، هذا يا جماعة هذا عيار، يعني الدرابيل يعني أكبر القناصات هذا عياره، هذا عيار دربيل يعني هو عيار واحد. طبعا الحين أنا لفيت هذا كله وقف وياي، أي أحسب أركز طقة طقة ها، فرضا واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر مئة مئتين ثلاثمئة، خلينا نقول لفيته ثلاثمئة، وهذا نفس الشيء واحد اثنين ثلاث أربعة. عرفت هني هذا الحين لما تيجي تعد انت راح تخلص، راح ترد لانك انت خلصت العدد، خلينا نقول طلع هني ثلاثمئة وطلع هني مئتين، الحين هذا طلع ثلاثمئة وهذا طلع مئتين، اللي فوق 300 طلع 200، أود أعد 1 2 3 نص ال 300 150 أكون بالنص، وهني 200 نص ال 200 100، نص ال 200 100 ولا 90 لا 100، أود على 100. هني أنا ناصفت الدربيل، رديت الدربيل كما كنت من الشركة مو ملعوب فيه. هذه شغلة تجي حق الدربيل، هذا الحين عرفت شلون ان اعرف الدربيلي انا زين او مو زين. طبعا الدربيل يا جماعه يعني السعر اوكي، في دربيل جيده يعني زين انك تاخذها، بس في اشياء مو شرط انه يكون غالي يناسب عيونك. الدربيل نفس العدسه، اما ان تطيح على عينك، في شخص عينه زينه الله يزيده الله يزيدها زين، وفي شخص والله عينه تعبانه الله يشفيه، شويه ناقص زايد، لازم تشوف الدربيل اللي يناسبك اللي ما يتعب عينك نهائيا. مو مهم والله سعره ب 400 ولا سعره ب 100 دينار ولا بسعره ب 40 دينار او 50 دينار، المهم اكون انا مرتاح عليه. اهم شيء اني انا لما ارمي فيه باستمراريه انا مرتاح. هذه شغله. الحين نجي حق الدربيل، الدربيل طريقه بشرح الحين بشرح نظري شلون يعني شلون طريقه التعيير على الاهداف، شلون هذا بعدين اطلع راح اطلع عملي. الحين
خلينا نقرب شويه عشان اوريكم شنو اللي بقوله انا. شوف الدربيل هذا الحين لاحظ ايش مكتوب عليه فوق، خلينا نشوف هنا مو فوق على اي على اي فتحه، شوف مكتوب شوفوا مكتوب وين كليك وين كليك، يعني طقه هذه وين كليك الطقه ربع انش على ال 100 يارده، طقه وين كليك هذه الطقه هذه هذه تسوي لها ربع انش مسافه على ال 100 يارده سواء صعودا نزولا يمين يسار. في دربيل نص يعني على ال 100 يارده نص انش، الطقه الواحده نص انش. وفي دربيل يجيك الثم، طبعا الثم هذا من ادق الدرابيل، ليش؟ يخلص لك يخلي لك الانش ثمان طقات، يعني يخلص لك مسافه الدقه، يخلص لك مسافه الدقه. طبعا دائما الثم يجيك غالي شويه سعره، طبعا مو يعني معناته ان الثمن افضل من الربع ولا الربع افضل من النص ولا لا، كل شيء له شيء. القناصات الكبيره تستخدم وياها النص كافي عليها، المسجمات وهذا ربع واذا ياك ثمن بعد افضل. هذه شغله. الشغله الثانيه الحين بجي بشرح طريقه الاهداف. في احد مو فاهم شيء؟ لا الحمد لله ما حد فاهمين. انزل الحين بيجي حق الطريقه. الحين عندنا قلنا احنا قلنا ربع انش الطقه ربع انش. الاهداف لما تيك هدف في مربعات، المربع هذا انش، هذا هدف ثاني، المربع ماله انش، يعني من الخط هذا للخط هذا انش، هذا كاتبين لك واحد اثنين ثلاث، هذا انش، هذا عيار ال 100 يارده. طبعا اذا ال 100 يارده الاربع طقات انش، يعني على طول ال 50 يارده الثمان طقات انش. يعني شلون يقول لك هو اربع طقات انش؟ هذا الانش، المربع هذا انش، يعني اذا الصجمه طقت هني على ال 100 يارده فرضا، يعني انت عشان توصل حق الهدف مالك التصفيره مالتك، خلينا نقول هذه التصفيره مالتك اربع طقات، اذا انشين ثمان طقات. المهم هو قياسه وين كليك ربع انش على ال 100 يارده، يعني الطقه الواحده تعطيك ربع انش، ربع من المربع هذا، الاربع طقات انش. هذا نفسه كلهم واحد، ترى الاهداف اللي تشوفهم انش كلهم هذا حق الدرابيل، الدرابيل اغلب كلهم يعني يمكن كلهم يعني بالمجمل كلهم بالانش، ربع انش ربع انش نص انش الكليك ماله. الحين نرجع هنا جينا، طبعا انا الحين جيت صفرت صفرت يعني هذا طقيت على هذا وصفرت من بعيد على ال 50 على ال 25 كل واحد وله حسبته. قلنا على 100 يارده اربع طقات انش. الحين بيي انا راح اسوي عمليه الحين بعد تصفير عمليه واحد ثاني ان شاء الله. طبعا في تصفير المسافات يعني البعيده ال 100 يارده يفضل انك تستعمل الهدف هذا، ما يعني ما تستعمل الطريقه اللي راح اشرحها الحين يبين وياك بالطقه. هذه الطريقه هذه تجي تسطر لك زائد زائدين ثلاثه اربعه كيفك. هذه حق الطريقه يعني انا اسميها طريقة الحوك تلحق، راح اشرحها الحين. هذا اللحق شلون؟ انت لما تيجي تطق هني تلحقها بالكليك، تلحقها بالكليك، تلحق الطقة تثبت رمايتك وين، راح اشرح هذه كلها. تلحقها بالكليك. الحين بروح بطفي الكاميرا بوديها ونسوي ان شاء الله عملي. الله يعطيك العافية، السلام عليكم. السلام عليكم، رجعنا لكم. يا هلا ومرحبا فيكم بالميدان مالي حوشي. الحين انا حطيت هدفين، حطيت هدف اللي قلنا عنه هذا ما نستعمله احنا على تقدر تستعمله بس مو لازم، يعني على ال 25 يارده تقدر تسوي طريقه للحوض تقدر تستعمله. حطيت هدف من هذا
حطيت الطريقه العاديه اللي كلنا بنسويها احنا، شغل الشلاعي هذا، اي شيء حط زائد. المهم الحين انا ركبت الكاميرا، راح اسوي تصوير من داخل حق طريقه شلون طريقه اللحوق، وراح نشوف طبعا شلون طريقه. راح اشغل الكاميرا الحين وبشوف، ما ادري مسكت مالي مصفرها ولا لا، بس ان شاء الله تكون مو مصفره اساس نقدر نفهم. الحين انا حطيت، خلنا نطفي السيجار عشان لا يقولون بعد. شباب انا بنور، انا قاعد اسوي التصوير مال التصوير. انا ادري والله العظيم عندنا فطاحله يفوقوني ويفوقون اللي فوقي، ادري. بس ما تدري بعد سنه، الحين واحد عمره 15 سنه 16 سنه، باكر بعد سنتين يدش رمايه، وايد ناس يدشون. شلون تصفر؟ مو معقوله ما حد، يعني طريقه سهله جدا هذا، ما يبي لها شيء طريقه التصفير، تقدر تصفرها على اي شيء. اليوم شويه ها شوف انا نسناس هواء، فمو ترى مو قاعد يعني اسوي عليكم حركات ولا هذا، لا. لان يجيك شخص اليوم عمره ما يبي يرمي، ما دش بالهوايه، باكر يجيك شخص ممكن عمره 40 سنه تو داش بالهوايه، يجيك شخص بادي بالهوايه يبي يعرف شلون. مو كل إن انا واحد من الناس ادش اليوتيوبات ما اعرف ايش يقولون، ما افهم انجليزي، فلازم يطلع واحد على الاقل يتكلم، ويا ريت يطلعون كل الناس يتكلمون، واللي عنده معلومه يضيفها انا استفيد والكل يستفيد. انا مالي هدف يعني من السالفه هذا، غير اني ان شاء الله بفيد فيه. الحين قلنا نشغل الكاميرا، خلينا نشوف. السلام عليكم. شغلنا الكاميرا الحين، عندنا الهدف هذا اللي قلنا عنه هذا. الحين بنشوف اول طقه، نشوف وين تروح السكنة، خلينا نشوف طريقة الحوض مالتها. شوف لاحظ يد الحين يساغر السكنة، راح تشوفونها انتم في الفيديو. طريقة الحوض شلون؟ طريقة الحوض، الحين انا فاتح اللي عندي، اي انا سنترت على النص. طبعا كل يعني الحين لما انت طقيت اول طقه شفتها واحد، لا تاكد منها، طقها ثلاث طقات خمس طقات، طق شوف نفس نقطتك ولا هذا كان خلل منك انت تقدر تطق. طبعا انا مو مثبت، لاحظ ان الصج ميت عليها، يعني انا اوكي بعد نعطيها بعد اسمه تأكيد. طبعا اخرق تجميع الكريكت، ها هذا مو مركز انا، بعد نعطيها. الحين خلاص هذه نقطتي انا، هذه نقطتي اللي انا بروح عليها. شلون اروح على النقطة؟ شوفوا لا تروح على طول كله يسار وبعدين تبي تصعد، لا طقه يعني الحين انا اثبت، ابدا اثبت شغلي عشان لا يتحرك، انا عشان بس ابي اوصل معلومه انا اقدر اسويها بسرعه. شوف الحين انا اركز هني ويي، اركز اي اروح حق النقطه مالتي ويي، اروح حق اللي فوق، جيت حق النقطه مالتي. الحين ارد اتشيل، أمد على مكاني اللي أنا أول شيء سنترت عليه، اللي قاعد أرمي عليه السنتر مالي، أطق. هم نفس الشيء. الحين أوكي، بس أرد بعد أطق. بعد أطق. تأكد لأنه ممكن يكون خطأ رامي. الحين انا شبه اوكي، بس يبي لي شعره فوق، شعره يسار. الحين خلينا نشوف الهدف الثاني اجيبه. الحين خليني على الهدف اللي تحت اشوف انا شلون صفرت شلون ما صفرت.
شوية فوق بعد الجبل. يمكن هذا يكون خطأ رامي تمام، مو يعني أنا ليش إنه مو مثبت الكاميرا، ممكن لو بالعدسة هو يكون خالص عليه. نقول مو خطأ رامي، أصعد لطقة كذي أنا صفرت. الحين نيجي حق الدربيل هذا، حق هذا احنا قلنا هذا، قلنا هذا شوف الخط يعني هي تاني الحين من هنا، الخط هذا من هنا الخط هذا من هنا لهنا هذا نص انش ربع انش، يعني هذا يبيل على 100 ياردة اربع طقات. هذه طريقة التصفير، هذه طريقة التصفير يعني الشرح مالت طريقة التصفير العادية اللي هي الورقة البيضاء اللي الكل يعرف شلون يصفرها. طبعا خلصت شغلي شو اسوي؟ اي كل دربيل فيه قفل مفتاح، اي افتحه شوي شوي، امسك الحين انا قافله، اي ابطل الدربيل، ابطل الدربيل ارفعه شوي شوي، فيه هو عداد من غير ما تحركه، يجيبه اخذ العداد في صفر، احط الخط في خط هو، يعني شوفوا كذي اوقف شوف يا جماعه ابطل البغي هذا في اعداد. شوف الحين لما فوق ما راح يفتوي، يعني في اعداد صفر واحد، اجيبه احطه على الصفر، انا صفرت الحين خلصت، اي احطه على الصفر توب كعدل وسكر قفلي، في قفل هو لازم تمسكه وتسكر، انا بس ليش ماسك المسكمه وتسكر القفل، شوف هذا القفل حطيته على الصفر صفرته اسكر القفل مالي. الحين خلاص انا داري فيه برمي على 100 ياردة خلاص، تعرف انت صفر هني، حتى لو ترد يعني في هوا وياك ولا تبي تروح ترد خلاص اروح انا فرضا 1 2 3 5 6 10 انا ادري وين ال 25 ياردة مالتي، ال 25 ياردة ادري وين هي، ارد مرة ثانية على الصفر مالي، انا الحين صفر رديت على تصفيرتي، اصعد وانزل اصعد وانزل كيفي يمين يسار، انا عارف انا مصفر على الصفر، وارد اقفل الدربيل وان شاء الله لنا ما في الا العافية. والحين بوقف الكاميرا وبرد. عندنا الهدف هذا اللي قلنا عنه هذا، الحين بنشوف اول طقة بنشوف وين تروح الصجمة، خلينا نشوف طريقة الحوق مالتها. شوف لاحظ يت الحين يسار الصجمة، راح تشوفونه انتم في الفيديو. طريقة الحوق شلون؟ طريقة الحوق الحين انا فاتح اللي عندي، اي انا سنترت على النص، طبعا كل يعني الحين لما انت طقيت اول طقة شفتها راحت، لا تأكد منها، طقها ثلاث طقات خمس طقات، طق شوف نفس نقطتك ولا هذا كان خلل منك انت ترد الطق. طبعا انا مو مثبت، لاحظ ان الصج ميت عليها، يعني انا اوكي بعد نعطيها بعد شو اسمه تاكيد. طبعا اخر تجميع الكروكيت، ها هذا مو مركز انا، بعد نعطيها الحين خلاص. هذه نقطتي انا، هذه نقطتي اللي انا بروح عليها. شلون اروح على النقطة؟ شوفوا لا تروح على طول كله يسار وبعدين تبي تصعد، لا طقة طقة، يعني الحين انا اثبت، ارد اثبت شغلي شوف عشان لا يتحرك، انا عشان بس ابي اوصل المعلومة انا اقدر اسويها بسرعة. شوف الحين انا اركز هني ويي اركز اي اروح حق النقطة مالتي ويا حق اللي فوق، جيت حق النقطة مالتي الحين أرد أتشيل أرد على مكاني اللي أنا أول شيء سنترت عليه،
اللي قاعد ارمي على السنتر مالي اطق. هم نفس الشيء الحين اوكي، بس ارد بعد اطق. بعد اطق تاكد لانه ممكن يكون خطا امامي. الحين انا شبه اوكي، بس يبي لي شوف يبي لي شعره، يبي لي شعره فوق شعره يسار. الحين خلينا نشوف الهدف الثاني اجيبه. اي الحين خليني على الهدف اللي تحت اشوف عاد انا شلون صفقت شلون ما صفقت. شوية فوق بعد اجرب، يمكن هذا يكون خطأ رامي ترى، مو يعني انا ليش انه مو مثبت الكاميرا، ممكن لو بالعدسة هو يكون خالص. الحين خلينا نقول مو خطأ رامي، اصعد لطقة كذي انا صفقت. الحين اني حق الدربيل هذا، الحين خلينا نعيد الطريقة مرة ثانية اساس اللي ما فهم يعني اللي ما استوعب ان شاء الله توصل الفكره الثانيه. قلنا نطق اني بالنص، شايفين نشوفها طقته هني. قلنا مو زين انك تروح يعني مره واحده تروح على الهدف، يعني الحين اول شيء خلينا نقول اي من هني لهني خلينا نقول خليه مربع، هذا مربع خلينا نقول خلينا ننزل له مربع اساس قلنا ان انت عندك موازن، خلينا ننزل مربع بعدين خلينا نقول نص انش او انش بعدين ننزل له شويه بعدين نيلش يعني خله طقه طقه على راحته بعدين نشيل ونرجع مره ثانيه على نقطتنا. شوف وين هنا قلنا نطق كم طقة نشوف إذا خطأ أمامي ولا أنا ما طقيت. خلينا نشوف الحين. الحين جينا تحت، صارت تحت. أوكي خلينا نشوف الحين فعلا تحت ولا أنا ليش قاعد أرمي من الكاميرا. بعد أطق الحين انا قاعد يصير وياي خطا رامي، انزل له ويله شويه، هنبدل النقطه شوف الحين شويه بعد خلينا نطق بعد هدف عشان نتاكد. نفس النقطة، هذا الحين يبي له شوية شوية نزول وشوية يمين. خلينا نبدل الهدف شوف شيك عليه. الحين من فوق اوكي، فوق وتحت اوكي، بس يبي له طقه يمين شويه. خلينا نشوف الحين، خلينا ننقل لنا هدف، خلينا نشوف هنا. الحين انا بالسليم 100% الحين يعني زين.
الحين انا دربيلي صفر، سكر وقلنا لكم الطريقه هذه اللي ترد على الصفر وترد تشيك شغلك. السلام عليكم. رجعنا ان شاء الله تكون افدت طريقه التصفير على قد معلوماتي متواضعه جدا، على قد طاقتي هم المتواضعه تحت المتواضعه جدا، وهذا اللي انا اقدر اسويه، واللي استفاد علي بالعافيه، واللي ما قدرت افيده خلي يسامحني ان شاء الله، يمكن اقدر افيده يمكن بالايام الجايه ما اقدر افيده. والحمد لله على كل حال، بس ما لي غرض انا من الحاجه هذه غير الله يرحم والديك يا ابو فاطمه، اللي يستفيد مني الله يرحم والديك، واللي ما استفاد يبي يترحم على والديك كيف ما يبي يترحم بعد، لا حول ولا قوه. المهم هذا اللي انا، هذا اللي انا يعني هذه المعلومات اللي انا املكها، ها يمكن صح غلط الله اعلم، بس انا ان شاء الله انها صح متاكد منها. واي شيء انا حاضر بالكومنت، انا حاضر، واذا بعد اي شيء جديد يعني طاقه في طاقه شيء اقدر افيدك فيها اسويها وهذا انا حاضر ان شاء الله، واي شيء بالكومنت تبونه هذا. طبعا هذا ما يخص يعني انا قاعد اسال، انا قاعد اشوف على كومنتات من مصر وهذا وكذي، ما يخص يعني بس احنا عندنا بالديواني، هذا حق الكل اللي يتكلم باللغه اللي يفهم اللي يفهمني فيها، هذا اللي انا اقدر، اللي انا اقدر اسويه على الاقل، هذه طاقتي يعني. وسلامتكم وتعيشون. السلام عليكم، جمعتكم مباركه لانسه، اليوم يمع لنا. السلام عليكم.